انطلاق موقع زائد الجمهور والحضور الكريم. انطلاقة الجواد رقم 8 عدي الوجبة جيبي جامبر في صدارة جميلة وقوية من وسط الجهات. تسلم وجون باتيس هامل بشكل جميل وقوي مزن وفالح بغليم أيضا ومن وسط الجهة الداخلية طيش وراشد علي صاق المري صدارة رباعية بشكل جميل وقوي. جلوى الجزيرة في وضع الانتظار وبشكل جميل وهناك أيضا الجواد إعزاز من الجهة الخارجية في محاولة للحاق المنعطف ما قبل الأخير والصدارة لا تزال مع الجواد. عدي الوجبة إعازات مبكرة لصعوة توماس لوكس ومن الجهة الخارجية بشكل جميل وقوي مزن وفالح بغنيم. المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية تسلم من وسط الجهاد والقادم إعزاز مرض شحنية ستيفان لجد والصدارة لا تزال بشكل جميل. هناك من وسط الجياد محاولة لإعزاز مربط الشحنية واستيفان لجد محاولات للحاق من قبل الجواد. جلوى الجزيرة حسب من علي المطوي ولكن إعزاز بكل إعزاز مربط الشحنية استيفان لجد وريبيري ديمينيوز. مبروك. ونتائج الشوط الثاني أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاب المركز الأول الجواد رقم 5 أعزاز ملك السادة مربط الشحنية والفارس ستيفان لجاد والمدرب ريبيري ديمونز. مبروك بتوقيت وقدره دقيقة و 18 ثانية و 54 جزء من الثانية. بترتيب الثاني جاء الجواد رقم 9 جلوى الجزيرة ملك حسن بن علي المطوي والفارس سليم غلام. وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 11 شموس ملك المهندس سام عمر إسماعيل الدفع والفارس المعتصم البلوشي. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 10 إيلانكا ملك مهند جاسم محمد الياقوت والفارس تايوشي. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 3 تسلم ملك المهندس ظافي راشد الأرضي المري والفارس جون باتيس هامل. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة ما تبقى من السباق.